رحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم مرة شاهدت فيلم وتعاطفت فيه مع الشرير ولم تتعاطف مع الطيب؟ كم مرة سمعت قصة أو حدوتة أو رواية من شخص تعرفه أو شخص لا تعرفه جعلتك تتعاطف وتساند الجانب المخطئ وتقف ضد الحق؟ كم مرة سمعت عن حالة فردية أو قصة مؤثرة ثم اتضح أنها تتلاعب بعواطفك لتقف مع الباطل ضد الحق؟ كم مرة سمعت عن قوانين أو حملات إعلامية للترويج لأشياء ضد العقل والمنطق والدين عن طريق التلاعب بعواطف الجماهير والغوغاء من خلال قصص مؤثرة تحرك العواطف؟ هذا هو ما يسمى اتباع الهوى، أن تتبع أهواءك وعواطفك ومشاعرك مع تغييب العقل والمنطق. ولذلك يحذرنا الله تبارك وتعالى من اتباع الهوى، لأن من يتبع الهوى يضل. اتباع المشاعر والعواطف كثيرا ما يؤدي إلى الضلال. تصديق القصص والحواديت والتأثر بالروايات والأفلام كثيرا ما يؤدي إلى الضلال. فن الإعلام، فن الدعاية، فن الرسم، فن القصة، فن التمثيل، فن الشعر، فن الغناء، كلها فنون تتلاعب بعواطفك كي يغيب عقلك.